الذي مرت به هذه الأمة المرحومة أمة المحمدية، إلا ويبتليها الله عز وجل ابتلاء شديدا عظيما كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ينصرهم الله تبارك وتعالى. وفي هذا العصر هذا وفي هذه الأيام بالذات كلكم تتبعون ولا بد تبعتم الحدث الذي هو واقع والذي هو يهم كل من يقول لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، لأن هذا داخل في باب الولاء والبراء. هذه ماشي مباراة تحب تشوفها تحب ما تشوفهاش، تحب تسمعها تحب ما تسمعهاش، هذه ماشي معلومة جغرافية ولا حاجة زايدة تحب تعرفها تعرفها تحب تعرفها، لا. قضية الفلسطينية يا إخواني قضية متعلقة بالعقيدة والإيمان والولاء والبراء. ربي قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. من أسباب الرحمة قال العلماء هو التناصر بين المؤمنين، تناصر والولاء بين المؤمنين. إن الله عزيز حكيم. من أسباب نصرة المؤمن لأخيه أن يهتم به، يهتم به أنت جاري، تهتم به، تهتم بحواله، تهتم بالظروف تاعه، تمرر الظروف. حق المسلم على المسلمين خمسا أو ستا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منها زيارة المريض، عية المريض، اتباع جنائز، هذا دليل على الاهتمام والمحبة، هذا يدخل في الولاء ويؤجر فيه المؤمن والمؤمنة. نحن القضية الفلسطينية عندها سنوات من هذه القضية، ليس عندها من 7 فبراير ولا 7 أكتوبر ولا. هذه قضية الآن خاصة الآن لما ظهر مكر بني صهيون اليهود ومن تبعهم وأشياعهم إلى غير ذلك، لما الآن ولوا يقصفوا في دراري صغار يقتلوا فيهم ولا العجائز والنساء والضعافة والشيوخة والمساجد، وحبوا خلاص يخرجوهم كاع من أرضهم وينفيهم إلى أرض أخرى. الآن العالم كامل ثار سواء من المسلمين وغير المسلمين، والمسلم أولى أن يتعاطف، مش يتعاطف كحماس صفق وصفر وعيط معك يا فلسطين. لو الآن مثلا سقسي الناس هذول لهم مثلا وكحنا متعاطفين مع فلسطين، سقسي أنت مثلا على تاريخ فلسطين، من سكن فلسطين من الأنبياء من الصالحين من الأولياء من العلماء، كيف تحليل الصحيح لهذه القضية؟ يعني كاين بعض الناس الآن ما عندهمش معلومة صحيحة، عندهم معلومة الماسونية وهي أن اليهود سالوا في فلسطين ولازم يسكنوا معاهم ويتعايشوا معاهم وعندهم حق إلى غير ذلك من المعلوم معلومات الخاطئة والغالبة وغير حقيقية. فمن نصرة إخواننا بفلسطين ننصرهم بالدعاء بالمساعدة المالية بالفراش بالدواء بكذا، كل ما يقويهم نجعله وسيلة وسبب لوجه الله عز وجل لنصرة هؤلاء الناس الذين إخواننا. من بين أسباب ووسائل النصرة معرفة تاريخ فلسطين، ولهذا خصنا لكم في هذا الندوة إن شاء الله وهذا الملتقى الخامس الدعوي الذي نقيمه في هذا المسجد، هو خاص بمحور فلسطين، حقيقة تاريخية وسبيل العز والتمكين. الناس يقول أنا أي هذا كيفاش ربي ينصرهم، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، لا، الكلام لأهل العلم، الكلام في هذه المسائل هذه ماشي أي واحد يتكلم، كما احنا مثلا في المهن والصنعات مثلا في البناء أنا نتكلم، أنا عارف ما نتكلمش، ما يجوزيش نتكلم، شو يتكلم البناء
مثلا في النجارة شكون يتكلم؟ أهل الاختصاص في الفلك. ولهذا قديما قيل وقيل قال هذا الكلام ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لو أنا الآن تكلمكم مثلا على فن على على علم البحار والجبال والفلك، يا ودي نحكي لكم بصح حكاية ما كاش منها، نحكي لكم حكاية بزاف هي ما كاش منها، أتيت بالعجائب. فكذلك من يتكلم في السياسة الشرعية ويعطي آراء وهو ليس أهل أن يتكلم فهذا آثم عند العلماء. لماذا؟ لأنه قد يقول كلام ينقل عنه ويعتقده البعض وينشره ويصبح هذا الكلام الذي مبني من فراغ وليس من علم، يصبح ماذا؟ يصبح كأنه علم وأنه قاعدة شرعية ويسير عليها الناس فيضل ويضل يضل غيره. نستضيف الشيخين الفاضلين، فضل الشيخ تميم شطارة إمام خطيب بمسجد معاد بن جبل بمونريس، مرحبا بك فضل الشيخ. نستضيف كذلك فضل الشيخ نافون الدول الكبير ولكن فضلنا اليمين هو الأكبر، الشيخ رضا، الشيخ رضا عبد السلامي إمام خطيب كذلك بمسجد أبي ذر الغفاري بالمنسوس، المنسوس حي اسمه الدرع معروف. مرحبا بكما وأهلا وسهلا بكما في مسجدكما ومع إخوانكم المصلين الذين فارقوا بكما حقيقة كدة الإعلام. كثير من الناس يعني قالوا جزاك الله خيرا يعني حسنتم الاختيار الشيخ الشيخين يعني يعرفوهم وما في يسمعوا لهم. فلا أطيل عليكم، أول محاضرة أو أول مداخلة يلقيها فضل الشيخ رضا السلامي في تحت عنوان فلسطين أو تاريخ فلسطين القديم والحديث. يعني صح الوقت شوية ضيق وعني سيختصر إن شاء الله عز وجل، سيذكر المفيد حتى نستفيد جميعنا إن شاء الله تعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله في الجميع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر الشيخ جزاه الله خير على هذه الاستضافة والشيخ حارس على أن تكونوا دائما منتفعين مستفيدين. أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يعينه ويوفقه لفعل الخير وأن يجعل هذه كل أعمال في ميزان حسناته. كذلك أتقدم إليكم بالشكر على الحضور وعلى صبركم، لكذلك أسأل الله أن تكون هذه الخطوات موصلة إلى الجنة وأن يجعل الله هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما نقوم بعد ذلك يقال لنا قوم مغفورا لكم يا رب العالمين. طبعا اختصارا للوقت موضوع طويل كما لا يخفى عليكم، الحديث عن تاريخ فلسطين هو من زاويتين، أو سبب الكلام عن تاريخ فلسطين أولا كما ذكر الشيخ لما هو حاصل الأيام بل هذه السنوات بل ربما القرون، لأن المنطقة هذه كانت دائما معروفة بالمشاكل والقلاقل إلى الفجر، فهو من باب ما اشتهر أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث وإن كان ضعيف لا يصح، لكن العلماء قالوا جميعا اتفقوا على أن معناه صحيح، يعني ينبغي للمسلمين أن يهتم بماذا؟ أحوال إخوانه. وعندنا الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد،
إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السبب الثالث ليدفعنا إلى الحديث عن تاريخ فلسطين لضحض الدعوة لتكذيب الدعوة أن اليهود هم أصل السكان في فلسطين وهم الأولى بها وهم كاذبون في هذا، لأنه أقول بالله التوفيق إذا تكلمنا عن تاريخ فلسطين فقالوا أن غالب ما يعرف غالب طبعا بالآخر إلى آخره، لكن لابد الإنسان يعرف شيء وهذه مهمة، ما يقدرش الإنسان يؤكد أو يدقق في التاريخ القديم إلا إذا جاء نص من الوحي، يعني إذا عندنا نصوص من الوحي من الكتاب ولا من السنة صحيحة، السنة صحيحة هذا ثابت، غير هذا واحد يجيب مثلا آلاف سنين 50,000 سنة يقول لك 40,000 سنة صعب تأكد هذا الشيء وتثبته. لأجل هذا قالوا بأن السكان الأصليين لفلسطين قوم عرفوا بالناطوفيين، هكذا اشتهر عن المؤرخين هذا التاريخ، قال لك أن الناطوفيين هذو هم السكان الأصليين لفلسطين، كانوا قبل 14,000 سنة إلى آخره قبل الميلاد، 14,000 سنة قبل الميلاد. قالوا لكن المؤرخون كلهم قالوا ما نعرفوش هؤلاء الناطوفيون من أصلهم، كم كان عددهم، هل كانوا من سكان فلسطين ولا أصلا يعني جاءوا من منطقة أخرى، الله أعلم. لكن الذي هو مؤكد تقريبا أن هؤلاء القوم بنوا أقدم مدينة في العالم وهي أريحة. أريحة اشتهرت ومعروفة بأنها أقدم مدينة في العالم، بناها هؤلاء القوم الناطوفيون تقريبا قالوا 8,000-9,000 سنة قبل الميلاد، هذا ما جاء في الكلام حول هؤلاء القوم. ليبدأ حديثنا بالألفية الثالثة قبل الميلاد، السنة 3,000 قبل الميلاد، حين قالوا هاجر قوم من العرب من جزيرة العرب إلى فلسطين سنة 3,000 قبل الميلاد تقريبا، قلت ما تقدرش تضبط لكن تقريبا يقولوا 3,000 قبل الميلاد هاجروا إلى فلسطين، وهؤلاء عرفوا بالكنعانيون. الكنعانيون هؤلاء قوم من العرب ما كانوا مسلمين، كانوا وثنيون إلى آخره، لكن هاجروا من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين. لماذا؟ هربا من المجاعة والقحط والجوع والفقر إلى آخره، فاستوطنوا هذا المكان اللي هو فلسطين، هم والأموريون وكذلك الفينيقيون. لأجل هذا اسمعوا دائما فلسطين تعرف بأرض كنعان، دائما يقولوا فلسطين أرض كنعان، أرض كنعان نسبة للكنعانيين. وهذا الكلام هذا أن الكنعانيين هاجروا من جزيرة العرب واستوطنوا فلسطين وخلاص وجلسوا فيها واستوطنوها إلى آخره، هذا تقريبا اتفاق كل المؤرخين، كيقولوا كل المؤرخين بالمسلمين بالغربيين كلهم اتفقوا على هذا. وزيد على هذا أمر مهم، احنا المرة نتكلم إلى غاية 3,000 قبل الميلاد ما زال ما جاش أصلا ذكر اليهود، ما كاش حاجة اسمها اليهود. وهذا الكلام الذي نقوله أيضا حتى عند اليهود معروف، عند اليهود معروف أنهم ما كانوش موجودين وأن الكنعانيين هم الأصل، لأنه في التوراة عندهم، التوراة المحرف عندهم موجود هذا إلى الآن، موجود عندهم أن الله أمر الكنعانيين بأن يسلموا أرض فلسطين لليهود، قال هذا من أعجب الأمور اللي تعجب اليهود، هم عندهم هذا الكلام يؤمنون به، صحيح يدعوا بأنهم هم الأصل. وطبعا هذا مش غرضه من اليهود، لماذا؟ لأن اليهود يعرفون الحق ويعرضون عنه، اليهود يعرفون كانوا يؤمنون به أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، لكن لما خرج مش عندهم كفروا إلى آخره، هذا مش مجال. إذا 3,000 قبل الميلاد استوطن أرض
فلسطين الكنعانيون. وكانت هناك يعني بعد ذلك بسنوات وقرون حروب بينهم وبين آخر على اللي كانوا يطلبون سواء من الفرس ولا من بابل ولا شيء من هذا، من العراق ولا من أوروبا اللي كانت معروفة بروما إلى آخره، ولا من مصر. كانت هناك حروب، هذه ما يهمناش كثيرا، كانت تدخل في التفاصيل يأخذ وقت طويل. لكن الذي يهمنا الآن أن ننتقل إلى سنة تقريبا 1900 قبل الميلاد. لماذا 1900 قبل الميلاد؟ من 3000 ننتقل إلى سنة 1900 قبل الميلاد. في هذه السنة أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من العراق إلى أرض الشام. تعرفون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة في العراق إلى آخره، ورموه في النار إلى آخره. كان هناك يعني مكان، ثم هاجر، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني مهاجر. فهاجر مع زوجته سارة، فهاجر مع زوجته سارة وابن عمه من؟ لوط عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض المباركة للعالمين. الأرض المباركة، الشيخ تميم شرح تكلمنا على فضائل هذا المكان أنه مكان مبارك. لماذا ننتقل هذه السنة؟ لكي نتحدث عن الأنبياء الذين مروا بهذه الأرض المباركة. ولما نتكلم عن إبراهيم، لأن النص القرآني جاء بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعني أول نبي أخبرنا عنه اللي راح انتقل إلى الشام، استوطن أرض الشام وفلسطين، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سؤال مطروح، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا هناك أنبياء في ذلك المكان ولم يكونوا؟ سؤال شكون يجيب عليه؟ كانوا أنبياء ولا ما كانوا؟ من يعرف؟ نعم؟ كانوا أنبياء في ذلك المكان ولا ما كانوا؟ قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لازم يكون، لا بد أن يكون، مصداقا لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، يعني ما من قوم إلا أرسل الله إليهم نبي أو رسول، ويرسل إليهم النبي والرسول ومعه الكتاب. ما من نبي إلا أرسل، ما من قوم إلا بعث الله إليهم رسول أو نبي. لكن الله عز وجل لحكمة هو يعلمها أخبرنا عن بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعن اسمهم وعن حياتهم، وبعضهم لم نعلم عنهم إلا الاسم. وأكثر أنبياء المرسلين لم يحدث الله عز وجل عنهم. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن احنا المأمورون بأن نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. في القرآن تقول 25، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض الأنبياء والأكثر لا نعلم عنهم شيئا. فقبل إبراهيم عليه السلام كانوا أنبياء وجاءوا بالكتب، نؤمن بهذه الكتب حتى لو كنا لا نعلمها، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى أرض فلسطين مع زوجته سارة، تهدي له الخادمة هاجر. لما تزوج بهاجر كما تعلمون أنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الأمر بأن يأخذهما إلى أرض الحجاز إلى مكة، يعود إلى فلسطين فتنجب له سارة من؟ إسحاق عليه الصلاة والسلام. إسماعيل في مكة وإسحاق في فلسطين، ثم إسحاق عليه السلام يرزق الله عز وجل بمن؟ بيعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن لحد الآن ما كش ذكر اليهود، لم يوجد ذكر اليهود. يعقوب عليه الصلاة والسلام يرزق الله بيوسف عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو في
أرض فلسطين يعرف باسم آخر، قيل أنه اسم وقيل أنه لقب، لأنه من؟ إسرائيل عليه الصلاة والسلام. إسرائيل كلمة عبرية معناتها إسراء العبد، وإيل الله عبد الله، وقيل معاني أخرى، هذا المشهور أنه عبد الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه يمكثون في فلسطين، ثم يرزق الله بيوسف عليه الصلاة والسلام، فتحصل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بأخبار الله عز وجل في القرآن بالتفصيل. يوسف عليه الصلاة والسلام شيء مر عليه من المراحل يكون ذهبه إلى أين؟ إلى مصر، ويصبح خازنا للمال، وتقع شدة، ويبعث إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى أبيه وإخوته وأمه أن تعالوا إلي إلى مصر، فيخرج يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده إلى مصر. انتبهنا، يعقوب عليه الصلاة والسلام لإسرائيل، هذا بنو إسرائيل ينسبون المساومين، يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده بقوا في فلسطين هذه الآن فترة قصيرة، كما قالوا جيل بخلاص، أصلا جيل بخلاص، فيذهبون إلى مصر. لماذا؟ لأنه كان الخير في مصر، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي حاكم إلى آخره والوزير، يعني بقوا في مصر. يعقوب عليه الصلاة والسلام لليهود ينسبون أنفسهم إليه، الذي لم يقطع طويلا في فلسطين، أصلا جده اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس من فلسطين، إنما هو من العراق. فيذهب يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى مصر، يبقوا مع يوسف عليه الصلاة والسلام مدة وفترة من الزمن في عيش رغد من العيش وإلى آخره، إلى أن يموت يوسف عليه الصلاة والسلام، ويموت يعقوب عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك يحصل أن الفراعنة حكموا مصر، الفراعنة حكموا. طبعا لما نقول فرعون بعض الناس يظنوا بأنه فرعون هو اسم تعهدك اللي كان حاكم في وقت موسى عليه السلام، يعني هو اسمه فرعون، وفرعون مش اسم متعارف، فرعون كما قلنا الملك، المصريين كانوا يقولوا لي يحكم في ذلك الوقت فرعون، الروم يقولوا هرق ولا قيصر ولا شيء من هذا. المهم الفراعنة لما حكموا مصر بعد ما تغلبوا على هكسوس اضطهدوا اليهود أو بنو إسرائيل، اضطهدوهم. علاش اضطهدوهم؟ قالوا لهم لقد كنت باعهم، يعني في تلاحم كنتم متحابين وكنتم كذا، كنتم أعداءنا، فاضطهدوهم، تعرفوا القصة، اضطهدوهم وشردوهم واستعبدوهم إلى آخره، إلى أن أرسل الله إليهم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. لما أرسل الله إليهم موسى عليه الصلاة والسلام ولينجيهم وليدعو فرعون عليه لعنة الله إلى آخره، هذه الفترة هذه من الاستعباد ومن القهر، ثم لما أغرق الله عز وجل فرعون ونجاه من فرعون وجنوده وخرجوا من مصر متجهين إلى أرض الشام، حصل أن بني إسرائيل، وأنا باش تعرف عشان تقول النقطة هذه، بنو إسرائيل يعني من شدة كبرهم وبغيهم عفوا وعنادهم، ينجيهم الله عز وجل من فرعون، وأراهم قبل ذلك الآيات والمعجزات، يخرجون مباشرة، ماذا فعلوا؟ أول شيء رأوا قوما يعبدون العجل، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها، جواب يعبدون كما هم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم ذكرهم وإذ نجيناكم وإذ فعلنا وإلى آخره. المهم يحصل بعد ذلك أنهم أصيبوا بالعطش في الصحراء، وهذه مهمة في القصة لأنه مش فهمنا بشيء، أصيبوا بالعطش، فالله عز وجل يأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب الحجر، فضرب الحجر وخرج منه الماء، قال تعالى فانبجست منه كم؟ 12 عينا. علاش 12 عين؟ ل
لأن بني إسرائيل الله عز وجل كما قال جعلناهم ماذا؟ أسباطا أمما، نتي عشرة أسباطا أمما. الله عز وجل جعلهم في عهد موسى عليه السلام بعد، هذه مهمة، لأنه الأسباط، من هم الأسباط؟ بعض الناس يعتقدون بأن الأسباط لما يقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، بعض الناس يعتقدون بأن الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وهو ليس كذلك. الأسباط هم النسل يجي من بعده، فهل أولاد الأولاد يجيبوا كما قلنا إحنا ينقسمون فيقولوا أمة. قالوا كما يقولوا في العرب قبائل، شو القبائل؟ يقولوا قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان. عند بني إسرائيل نقول شو القبيلة، نقول الأسباط، فكانوا كما قلت 12 قبيلة 12 سبط. هؤلاء 12 سبط، وهذا أمر مهم، 12 سبط هؤلاء يعني 12 قوم، كانوا دائما يعاندون يكفرون ويعاندون، والله يرسل إليهم الأنبياء يرسل إليهم الأنبياء بالواحد وأحيانا بالثلاثة بالأربعة بالاثنين ويكفرون ويعاندون. طيب وش حصل بعد ذلك؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما كان ماشيا يريد الذهاب إلى الشام يقول لقومه إنا سنمر على قوم جبارين عندهم القوة لكن لا تخافوا، تخافوش الله معنا، مجرد أنكم تدخلوا لتقاتلوا راح تغلبوهم، أنتم فقط ادخلوا فقط ادخلوا فقط. ماذا فعلوا؟ قالوا يا موسى إننا ندخل أبدا، ما ندخلوش أبدا ولا نطيعك، واذهب أنت وربك فقاتلا، روح أنت وربك فقاتلا. شوفوا العناد، عناد بني إسرائيل، هذه لازم نذكرها باش تعرفوا عقلية بني إسرائيل. قالوا لن ندخلها، طيب ما تدخلوش تعاندون. فماذا وقع؟ تركهم الله عز وجل قريبا من أرض المقدس، قريبا من بيت المقدس، قريب منهم يعني في سيناء، صحراء سيناء، يتيهون في الأرض، يعني دور إذا بيحوسوا بيشيطوا لكن لا يصلون، ما يعرفوش الطريق، 40 سنة يتيهون في الأرض إلى أن مات موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، سأل الله أن يموت ببيت المقدس أو قريبا منه فمات قريبا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام رمية حجر، يعني قريب من بيت المقدس بمقدار رمية حجر. بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا اختصار شوية طويل الموضوع، يرسل الله إليهم نبي وهو يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. يوشع ابن نون من أنبياء بني إسرائيل، أمره الله عز وجل أن يأخذ قومه بأن يدخل يقاتل ويدخل إلى بيت المقدس. هذا المرة دخل، لكن انتبهوا أيضا يزيدوا يعاندون، لما قاتلوا حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه معجزة لم يعطيها أحد من عباده، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس أبدا، يعني الشمس منذ خلقها ما يتسير، ما كانش تحبس الوقت لا تعد ترجع لورا ولا كذا، إلا قال لنبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بدأوا من الصباح يقاتلون يوم الجمعة، يقاتلون في بني إسرائيل، والقوم اللي كانوا يقاتلون كانوا قوم جبارين معروفين بالعماليق، كانوا قوم يعني جبارين قويين، فبدأ القتال من الجمعة صباحا إلى أن وصل وقت المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي يوشع بن نون، خاف أنه إذا غربت الشمس يجي الظلام يتوقف القتال، وغدا ما هو؟ يوم السبت، اليهود لا يقاتلون يوم السبت، فإذا لم يقاتلوا يوم السبت مشكلة، ربما يوم الأحد ويعود الأقوام يجوا لنهزم. فقال يوشع بن نون عليه السلام للشمس، نظر إلى الشمس قبل المغرب وقال لها أنت مأمورة يعني من عند الله وأنا مأمور من عند الله، فآمرك أن تتوقفي، توقفي ما تنزيش تحكي ما تغلبيش، فتوقفت. فواصل القتال حتى نصره الله عز وجل ثم غربت الشمس. لما دخلوا بيت المقدس
أمرهم أن يدخلوها قائلين قولوا حطة، قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وتمتعوا بالخيرات. ماذا فعل؟ لم يرد يدخلوا سجدا وقالوا حنطة. وش معنى حنطة؟ هذا إيش معنى؟ لكن المهم كما قلنا إحنا يتغنات وعاند، ما نقولش حطة. فدخلوا بيت المقدس. المهم لما دخلوا بيت المقدس بقوا فيه يعني مدة بعد أن عاقبهم الله عز وجل لما قال لهم قولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدلوا وغيروا، فعاقبهم الله عز وجل. أيضا كان دائما يسلط عليهم الأقوام ليجوا يحاربونهم ويعني أحيانا يستعبدونهم يهجرونهم. ولحد الآن تبين ما زلنا عندهم شؤون في فلسطين، مع أنهم حتى ملك ساكنين إلى آخر حين مشردين مستعبدين، إلى أن جاء نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام حكم تقريبا قالوا سنة 1000 قبل الهجرة، ألف قبل الميلاد. داود عليه الصلاة والسلام كما تعرف قصته قتل جالوت بعدما اشتكى بنو إسرائيل لنبي من أنبيائهم. قالوا له رانا عايش تحت الظلم، الملوك يظلموننا، لو أنك جبت لنا يعني تسأل الله عز وجل ملك عادل نقاتل معهم. شفنا ملك عادل نقاتل معه، مع العلم أيضا هذه مهمة. بنو إسرائيل كان في أول الأمر شكون اللي يسوسهم، يعني شكون اللي يحكمهم؟ الملك يكون ملك ويكون نبيا، يكون ملك ويكون نبي. لكنهم لم يعجبهم الأمر، ما عجبهمش الأمر، لم يعجبهم أن يكون الملك نبيا أو أن يكون النبي هو الملك. لماذا لم يعجبهم الأمر؟ وهذه سبحان الله عادة إلى قيام الساعة، لأن العادة في الملك لا في الرئيس ولا في الحاكم يكون معه ماذا؟ حاشية. الحاشية هذه إذا كانت صالحة وكان الحاكم صالح ورأى الله عجل فيه الخير، الحاشية الصالحة تخدم الخير والدين والعباد إلى آخره. الحاشية الحاكم لكن فاسد، أو إذا كان صالح لكن ضعيف، الحاشية تاعو إذا كانت فاسدة وش حدين تفسد، صح ولا لا؟ وكما نقول إحنا تولي تخرب تولي تاكل تولي هي اللي تقرر، هي اللي تقول وش يدير وش بيدير. هم لما كان الملك نبي يقدر يدير ولا شيء، هذا الملك نبي والنبي عنده العلم وعنده القوة وعنده كل شيء، عنده الملك وعنده العزم، ما يقدروش. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقتلونه، يقتلوه، إلى أن عاقبهم الله عز وجل فسلط عليهم. أصبح الملوك يكون ملك لكن ليس نبي، موش نبي، ملك لكن ليس نبيا. فالله عز وجل عاقبهم على صالحهم، أحبيتوا جنتم الذين يكون نبي، فيكون ملك لكن ذلك الملك ظالم، يقول ظالمهم، كان يستعبدهم يظلمهم. فلما يعني وصل الأمر إلى أن جاء ملك وكان يعذبهم وأخذ منهم التابوت اللي فيه الألواح وفيه ألواح موسى عليه السلام إلى آخره، اشتكوا قال له ابعث لنا ملكا نقاتل موسى، يجي ملك عادل نقاتل معه ونرتاح من المشكلة هذه، الظالمين وعندنا. ورغم ذلك مش قالهم النبي ثم تقاتلون، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال لا تقاتلوا ثم تقاتلون؟ ورغم ذلك لم يقاتلوا، فلما كتب عليهم القتال ماذا؟ تولوا احبوش، الى ان كما تعرف القصه الطويله انه الله عز وجل بعث اليهم طالوت ملكا وذهبوا معه للقتال. وهذه المجموعه اللي ذهبت لقتال جالوت كان معهم من؟ داود عليه الصلاه والسلام. داود عليه الصلاه والسلام وفقه الله ان قتل جالوت، وعند قتله لجالوت بعد ذلك اتاه الله كما قال عاود الملك والحكمه. الان داود عليه الصلاه والسلام مثل ما كانوا من قبل عنده الملك والحكمه، والحكمه المقصود بها ماذا؟ النبوه، الملك والحكمه. بعد ذلك داود عليه الصلاه والسلام يعني كان ملكا على بيت المقدس
وحكم هو ثم ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، حكموا تقريبا قالوا 90 سنة. بعد موتهما زاد عود حصل لهم من الاستعباد والتشريد وغير ذلك، إلى أن جاء أيضا أشهر، طبعا مش نختصر، أشهر من أيضا بعد ذلك يعني عاقبه لما شاف فيها. علاش كان يعاقبهم؟ لا مش هكذا فقط، كان يعاقبهم لأنه كان فيهم يعني عناد، كان فيهم كبر، ناس منبوذين، ناس مكروهين، ما يحبهم. أشهر من جاء بعد ذلك و يعني جاء منه الويلات والقتل وهدم بيت المقدس وخرب واستعبدهم وأسر أخذهم من العراق، وهو المشهور بأخت نصر، يعني شافوا منه الويلات. حتى بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قول الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادنا نقول بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قالوا بعضهم أن المقصود به أخت نصر، والله أعلم بهذا الأمر. هذا وإن كان شوية يعني التفسير أن الله تعالى قال عبادا الله. المهم بعد ذلك ننتقل مباشرة بعد سنوات من الطرد الاستعباد، ننتقل مباشرة إلى ما حصل لليهود من هجرة. هجرة إلى أين؟ هاجروا إلى أرض الجزيرة. لماذا هاجروا إلى أرض الجزيرة؟ انقسموا إلى قسمين، قسم كبير ذهب إلى خيبر، وقسم آخر ذهب إلى يثرب اللي هي معروفة بالمدينة. لماذا؟ كما لقوش الأمن والأمان وشافوا روح دائما مضطهدين، علموا وهم يعرفون ذلك في كتبهم أنه حيجي نبي في آخر الزمان، وهذا النبي سينصره الله وسيرفع من شأنه وشأن أصحابه. فذهبوا إلى خيبر أو جمع إلى المدينة. لماذا؟ لأنه في كتبه كما معرف أن الأرض اللي يخرج فيها هذا النبي هي أرض ماذا؟ أرض نخل وزراعة وتمر. خيبر كانت كذلك والمدينة كانت كذلك. قالوا إذا خرج في خيبر أنا نجوكم تاع المدينة خيبر، إذا خرج في المدينة جماعة خيبر يأتون إلى المدينة. فذهبوا إلى ذلك المكان حتى يعني يتبعون هذا الرسول، ظنوا أنه أيضا من ماذا؟ من سلالة إسحاق عليه الصلاة والسلام أو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكنه كان من نسب إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب فكفروا. هذا ما كان في تاريخ فلسطين القديم قبل الإسلام، طبعا قبل الإسلام. هذا طبعا ملخص لأنه كنا نتكلم عن شوف مع الوقت حنجيب بها حتى انفجر بالتفاصيل، لأنه كانت هناك يعني أحداث كثيرة تقع كل مرة يغزوهم أقوام. لكن قبل أن نتحدث باختصار عن ما بعد الإسلام، التاريخ الإسلامي أو بعد التاريخ الإسلامي فما بعد، يجدر بنا أن نتكلم عن اسم فلسطين. متى بدأ؟ متى أطلق؟ ولماذا أطلق؟ ما معنى فلسطين؟ فلسطين قالوا هي أصلها من كلمة بلستي، بالإنجليزية بلستي. وهؤلاء بلستي قالوا هم قوم جاءوا إلى فلسطين يغزونهم في عصر الكنعانيين، جاءوا من جزيرة كريت. جزيرة كريت هذه معروفة جاءت في اليونان وأكراس، معروفة لزيل كريت كلها معروفة مشهورة في البحر المتوسط. خرجوا من هذه الجزيرة لماذا؟ قالوا هربوا من أيضا الجوع والفقر. علاش راحوا فلسطين؟ كما الكنعان ذهبوا فلسطين، شوف أرض الخيرات مباركة، ذهبوا إليها ليستقروا. حصل بينهم في الأول يعني اقتتال ونزاع، ثم خلاص حصل بينهم تآلف وكما قلنا معاشرة إلى آخره. بعد ذلك قالوا في القرن تقريبا الخامس قبل الميلاد، 500 سنة قبل الميلاد، المؤرخ اليوناني هيديورود هو اللي كان في الأول اسمها كانت بلستي سماها فلسطين في مؤرخ. يعني تقريبا عموما هذا أشهر ما اشتهر في تسمية فلسطين. لننتقل إلى
تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي، وهو العصر الذي ابتدأ بالسنة 16 للهجرة، أشهر ما يذكر سنة 16 للهجرة، وهي فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبيت المقدس، كما نسأله سبحانه وتعالى إن شاء الله يا رب ترفع عيوننا في هذا الوقت بفتح بيت المقدس وإعادته للمسلمين من جديد يا رب، ويوفقنا للصلاة فيه قبل الممات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختصار في السنة 16 للهجرة فتح بيت المقدس، وكان من قادة بيت المقدس الذين فتحوا بيت المقدس منهم صحابي مشهور مبشر بالجنة، من هو؟ راه مشهورة هي مادة الإسلام، أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. نقول أبو عبيدة يقول أتفاؤلا بأبي عبيدة هذا اللي راه الآن نسأل الله أن ينصره ويعلي شأنه وأن يبعث لهم جنودا الذين جنده والذين يغلبون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح بيت المقدس، هذا الفتح الأول الإسلامي سنة 16 للهجرة، وكان بيد الصليبيين الحاقدين، حتى أن كبير القساوسة سأل أبو عبيدة بن جراح سأله قال علاش حبيت تفتحوها؟ يعني مش مصلحة عندنا. فأخبرها أبو عبيدة قالوا احنا سبب الفتح مش طامعين في الشجر ولا في الثمار، إنما الدين راه يعبد غير الله، الشرك ما فيها من الشرك وعبادة غير الله عز وجل. ففتحها الله أو فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 16 للهجرة، كان الفتح الأول الإسلامي. ثم بعد ذلك جاء الفتح عن طريق صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه سنة 583 للهجرة، 90 سنة بعدما عاد الدوار الصليبيون، 90 سنة كان بيد الصليبيين، جاء صلاح الدين الله عز وجل أرسله ففتحها سنة 583 للهجرة ليوافق 1187 ميلادية، 1187 ميلادية، كان هذا هو الفتح الثاني الذي كان كما قلت عليه صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين المشهورة. ثم بعد ذلك في زماننا العصر الحديث، يعني تقريبا كنا نعرف هذا، اليهود استفادوا كثيرا بدخولهم فلسطين من عند من؟ استفادوا من اثنين في هذا العصر، استفادوا من بريطانيا كما تعرف، بريطانيا أكبر عدو للمسلمين، وبين قوسين ما نضوش في هذه ما تغتروش بل تنخدعوا، بريطانيا أرض لله وفي عندها أحد، هذه كلها شعارات وحبي الله الله، أكبر مشاكل المسلمين جي من بريطانيا وفرنسا، لكن بريطانيا من الدرجة الأولى. فقط عبارة أذكرها على السريع، كان السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه سلطان الدولة العثمانية، آخر سلطان تقريبا صالح للدولة العثمانية، كان من أشهر ما كان يقول لما تصير مشاكل في بلاد إسلامية، أي مكان أي مكان في الدولة الإسلامية لما يصير مشكل معروف، كان مشهور عنه بالعبارة هذه، وش كان يقول له؟ روحوا حوصوا على بريطانيا في المشكل هذا، أي مشكلة في أي بلد إسلامية، حتى لو كان فرنسا اللي ضربت، حتى لو كان ألمانيا اللي ضربت، يقول لهم روحوا حوصوا على بريطانيا من الوراء، بريطانيا أكبر المشاكل. فاستفادوا اليهود في زماننا من بريطانيا باسم كيو فلسطين، استفادوا ثانيا واخيرا حتى نطيل عليكم بس معذرة عن الإطالة، تعرفوا أكبر شيء استفادوا منه، وحتى يعني مش ندخل في دراسات انه شيء كان مخطط الى اخره، اليهود استفادوا من الحرب العالمية الأولى والثانية، الحرب العالمية الأولى والثانية هم أكبر المستفيدين، وتقريبا هو التخطيط من أجلهم هذه الحرب العالمية الأولى والثانية، على كلام طويل في هذا الأمر، تقريبا هذا ما جاء يعني مختصر أو كما أقول معتصر المختصر في تاريخ فلسطين. والكلام عن فلسطين أيضا يجرنا إلى الكلام عن بركة هذا المكان، عن فضل هذا المكان، فضل الشام وفضل يعني فلسطين، هذا طبعا راح إن شاء الله يفيدنا الشيخ تميم اللي يعذبنا على الإطالة، الشيخ أمير هذا موضوع طويل حاولت أقسم ما استطعت، لكن الشيء اللي أختم به أنه والله يا رب العالمين نفرح بوجودكم ثم الطيبة، وهذا الاجتماع إن شاء الله ربي كما جمعنا في الدنيا هذا المكان ربي جمعنا في الدرجة الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقبل ذلك أسأل أن يقر أعيننا بنصر إخواننا في غزة ونصر المسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة. جزاك الله خير شيخ الصالح. بارك الله فيك. تفضل شيخ. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. بدأ أشكر الإمام شيخنا أمين فكير على هذه الاستضافة وعلى هذه الندوة التي أسأل سبحانه وتعالى أن تكون لبنة شامخة في نصرة القضية الفلسطينية. ثم أثني بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ رضا عبد السلامي على هذه المعلومات القيمة التي أفادنا فيها عن تاريخ أرض فلسطين. وكما قال الشيخ، هو حاول قدر المستطاع أن يختصر ويعتصر، لأن الموضوع موضوع طويل يحتاج فيه الإسهام. ثم أثلث بالشكر لكم أنتم يا أهل الجهاد، يا أهل العزة، أنتم كذلك الذين أنتم تجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحرير أرض المقدس وفلسطين. لأن بمكوثكم في المساجد وتعلمكم العلم النافع الذي يثمر إن شاء الله تعالى العمل الصالح، هذا من أعظم الجهاد الذي لا بد علينا الآن أن نحققه، لأنه فرض عين على كل واحد منا أن يتعلم هذا الشيء. ما لازمش وانت مسلم تجهل وش كان يقول الشيخ جزاه الله تعالى خير الجزاء، لأنكم بعدك تنطلق من منطلقات خاطئة وتدخل لك أفكار لا تمت إلى موضوعنا بصلة وتعود تخلط، كما نرى كثيرا من الناس في هذه الأزمنة. تكلم الشيخ عن فلسطين، وفلسطين هي جزء من أرض مباركة سماها الله سبحانه وتعالى بالأرض المباركة. والأرض المباركة هي أرض التي طرح الله سبحانه وتعالى فيها الخير، فجعل الله تعالى الخير في مائها وأرضها وثمارها وهوائها وسكناها. وهذه الأرض هي أرض الشام، والذي يعرف يعني بالأحرى الشام وشيخنا أمين فكي، لأنه سكن الشام، لأنه لو تكلم الآن على ماشي يسكت. الخير والبركة التي رآها الناس في الشام يعني لا توصف. أسأل سبحانه وتعالى أن يرفع عن الشام وأن يعلي راية الخير فيها دائما. إذا قيل الشام بالنسبة لنا المغاربة حنايا، احنا إذا قيل الشام بالنسبة لنا حنايا المغاربة الذين يسكنون في غرب الكرة الأرضية، الشام هي أربعة، هي سوريا، الأردن، فلسطين، ولبنان. لكن لما نتقدم عند المشارقة يقولوا الشام معناتها سوريا عندهم، مثلا المصريين ولا الحجازيين ولا المهم خليجيين، تقول الشام هو عندهم سوريا. فإذا كنت في أرض سوريا، هاي لك شيخ ما يتحمس، ما يقدرش أنه سكنها وشرب من ماء الفيجة. نعم، الماء الذي من شرب منه فإنه يعود إليه لا محالة. وإذا قلت لأرض الشام أصحاب سوريا، وشنو هي الشام؟ سوريا حيم، سورة الحسكة وحلب وإدلب، الله يرفع عليهم يا رب العالمين. يقول لك هي دمشق، هذه دمشق وهذه الكأس والراحة. دمشق في القلب، الله أكبر. وفيها دمشق في القلب، الله أكبر. راحت له، راحت الشيخ. هذا من الشوق يا إخوان. أنا أقول قلبي فيها وحلبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوقي يا نعم. سبحان الله العظيم. في القلب وقلبي فيها وفي حلبي. لا إله إلا الله. دمشق دي يا إخوان والله آية من آيات الله. والله البركة الموجود فيها يعني لا توصف، وليس من رأى كمن سمع. اللي يدخلها وشرب الماء تاعها وكلام الثمار تاعها وزار رحابها، أرض لما تدخل تجد فيها عز الإسلام والمسلمين. تروح عندك المسجد الأموي هذاك تصلي فيه تخلع. أسأل سبحانه وتعالى أن يفعل إخوينا في سوريا. المقصود هذه كلها دمشق، هذه كلها الشام، وهي الأرض المباركة التي بارك الله تعالى فيها، وهي أرض الأنبياء. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غالبهم من تلك المنطقة، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض في سورة تحفظونها كلكم إن شاء الله، وهي سورة التين. وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ قال والتين والزيتون، واو القسم،
والمقسوم به والتين والزيتون. التين وشنو هما؟ الكرموس. احسنت لي فيك ساش قبل فيك فهمني. والزيتون هو اللي تعرفونه. لكن اهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا ان المقسوم به ليس هذا الثمر حقيقة قد ذكر، لأنه أكثر ما ينبت في تلك البلاد، ولكن المقصود في الحلف هي الأرض. قالوا علاش؟ قال لأن الآيات التي بعدها تبين المقسوم به. قال والتين والزيتون الأرض، زيد وطور سينين الأرض، زيد وهذا البلد الأمين الأرض. فالمقصود بالتين والزيتون هي أرض الشام لكثرة ما يوجد فيها من هذين الثمرين التين والزيتون، وهي أرض الأنبياء التي مشى عليها كما ذكر الشيخ رضا، مشى عليها إبراهيم عليه السلام، ولد فيها إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام، ثم يأتي الأنبياء بعد ذلك اليسع وذو الكفل اللي مدفونين في دمشق. ها لحد الساعة يقولوا مدفونين في دمشق اليسع وذو الكفل في منطقة اسمها الصالحية الفوق جبل قاسيون، ثم بعد ذلك أيوب عليه السلام كذلك ولد في شرقي دمشق، ثم هلم جرى في مكان من أن لوط عليه السلام نزل سدوم وهي على نهر الأردن وغير ذلك من الأمور العظيمة، حتى قيل في الأخير إن إبراهيم عليه السلام مدفون من في الخليل، لهذا سميت الأخليل. وهذه المنطقة كلها فلسطين أو الشام الآن، في هذه الأرض المباركة التي هي فلسطين اللي فيها المسجد، مسجد الأقصى، وهو أول القبلتين، والبعض يقول يزيد في العفش يقول وثالث الحرمين الشريفين، هذه من باب التغليب ما هوش من باب الله، يعني تغليبا كما يقولوا القمر والشمس يقولوا الشمسان، وعمر وأبو بكر يقولوا العمران، مثلا من باب التغليب. وإلا هو مبارك والصلاة فيه بمئتي وخمسين صلاة في غيره من المساجد، ولكن ما راهوش كما مكة والمدينة في الحرمة التي قد حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم ابنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة النبوية. فهي هذه الأرض كلها أرض مباركة، ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يذكر كما ذكر الشيخ أن يوشع ابن نون وهو فتى موسى اللي كان يمشي معاه راح الخضر، وإذ قال موسى لفتاه، هذا هو يوشع بن نون، ويقال في التوراة يقال يشوع، يسمون به يشوع، وفيه سفر بأكمله بسفر يشوع، أن الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى قل القوم تاعك يدخلوا إلى بيت المقدس يدخلوا عن طريق أريحة التي ذكرها الشيخ، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن يدخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. فقال ربي سبحانه وتعالى قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاسع القوم الفاسقين. أربعين سنة هم يدوروا يحوسوا على الطريق باش يدخلوا ما لقاوش، ويسميها اليهود هذه ويسميها مرحلة التيه، وهي أرض التيه اللي في سيناء. فالمقصود أنهم لما أذن الله سبحانه وتعالى بدخولها دخل يوشع ابن نون إلى الأرض التي باركنا فيها وفتحها لكي تصبح هذه الأرض أرض الأنبياء تتوالى فيها الأنبياء. كذلك من الأمور التي نعرفها أن قبلتنا أول ما كانت 16 ولا 17 شهر إلى بيت المقدس. وشنو هو بيت المقدس؟ والمسجد الأقصى كنا نصلي، وكما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين صلوا 16 ولا 17 شهر إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء لما دخل إلى المدينة كان يحب يوافق اليهود في كل شيء، على شيء أنهم أهل كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يصلي كما وإحنا نصلي ويصوم وإحنا نصوم، يزكي وإحنا نزكي ويضحي وإحنا نضحي، يكيد خلقهم يصوموا صيام عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام. فلما رأى منهم البغض والشنآن ورأى أنهم يحاولون قدر المستطاع أن ينقلبوا عليه صار يتقلب وجهه، يحب في قلبه لو كان ربي سبحانه وتعالى يبدل القبلة، فأكرمه الله جل جلاله لأنه عزيز عند الله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. شيخ الأذان ولا تهدف. وهذه يا إخواني هذه الفائدة العظيمة أنه عزيز عند الله ربي سبحانه وتعالى من كثرة عزة النبي صلى الله عليه وسلم عنده والرفعة تاعه كل حاجة واتصلت برسول الله إلا وشرفت إلا وربي سبحانه وتعالى أعطى لها قيمة. وأنتم تحفظون كلكم صورة البلد وش يقول ربي سبحانه وش هو البلد صورة البلد لما قال ألف لام العهد وش هو البلد يعني البلد الأمين البلد الحرام مكة المكرمة ربي سبحانه وتعالى قال لا واحد الحاجة في رأس الكفار كانوا يقولوها فنفاها الله سبحانه وتعالى بلا الابتداء هذه حتى يقول وش كنتوا انتم قاعد تخموا وتفكروا لا أقسم بهذا البلد يعني نقسم بهذا البلد اللي هو وشنو مكة المكرمة علاش وأنت حل بهذا البلد. يا إخواني هذه الفائدة والله عزيزة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسم بهذا البلد خدش انترك في هذا البلد يعني لما كنت في هذه البلدة التي أنا حرمتها فإنني أقسم بها لأنها عزيزة عندي وأنت أعز منها بل قيل في تفسير هذه الآية ما عزت إلا لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك ذكر أهل العلم في تفسير ثلاثة أقوال قالوا أقسم بهذا البلد لأنك فيه أنت حل فيه لو كان ما كنت فيه ما نقسمش به. والقول الثالث لأني سأحل لك هذا البلد من بعد في الفتح لما يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه الفتح فتح مكة المكرمة وهي بلدة حرام ما يجوز فيها القتال لكن لنبيه يحلها له ثلاث أيام. والأمر الثالث أقسم بهذا البلد الذين استحلوا حرمتك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم كيفاش يدنوا ليك كيفاش يضربوك كيفاش يحاولوا يقتلوك ويحاوزوك من هذه الأرض. تفضل سيد الشيخ تعال نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. إذن في ذكر فضائل الشام عموما ما تقدم من ذكر الآيات وكذلك قوله سبحانه وتعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال ونجيناه إبراهيم عليه السلام ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام عموما
يا أرض الشام عموما. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على الهجرة إلى الشام وسكن الشام. في كل مرة يقول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عليكم بالشام عليكم بالشام. الإمام أو الحافظ ابن عساكر جمع في فضائل الشام 1050 حديث ما بين الصحيح والحسن والضعيف، يعني إنسان لو تتبعها لوجد فيها من الأمور العظام. الشام هي أرض المحشر والمنشر كلها. في الشام ينزل المسيح الدجال عليه السلام، وفي الشام يقتل ينزل عيسى عليه السلام المسيح عليه السلام ويقتل المسيح الأعور. يعني ينزل مثلا جاء في الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق، أو شفى شيخ المنارة البيضاء هي الآن كنيسة للنصارى التنباكي، ويكون المهدي يصلي بالناس والدجال يقرع الأبواب مش يدخل عليه، وهو ينزل يعني وحط يديه على أجنحة الملائكة ينزلوه، ثم يتأخر المهدي حتى يصلي عيسى عليه السلام فيقدمه عيسى عليه السلام، ثم لما تفتح الأبواب ويشوف المسيح الأعور المسيح عيسى عليه السلام، لأن المسيح سمي مسيحا لأن الله تعالى يمسح به الشرك يمسح به الشرك، وقيل لأنه كان يمسح على أعين الضرير فيعاد إليه البصر، فلما يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء ثم ينطلق ويكون مراه عليه السلام حتى يقتله بباب لد بأرض فلسطين، يقتله بحربة يدخل في حربة يخرجها يوري الدم تاعه، هذا الذي كان يزعم أنه هو رب العالمين. ثم الله سبحانه وتعالى يجري عليه الخير فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعيش الناس في خير عظيم. الشام يا إخوان أرض ذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة قد بسطت أجنحتها على الشام، وهذا البسط دليل على الرحمة والسكون والخير والبركة، كما المجالس الذكر. شفت مجالس الذكر علاش الإنسان يحس فيها بانتعاش وانشراح صدر وانفراج في القلب؟ علاش؟ لأن هذه الرحمة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى بوجود الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر. كذلك شوفوا هذه الملائكة كي تنزل في الأرض في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، تكون ليلة فيها السكون والهدوء والطمأنينة والراحة. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن هذه البلدة بلدة عظيمة مباركة. وأما ما يخص فلسطين، فلسطين كذلك قد ولد فيها من العلماء والأنبياء والصالحين ما لا يحصى عددهم. قيل إن داود عليه السلام أو سليمان بن داود عليه السلام وين ولد؟ هذه اللي يجيبها لازم له هدية. ما عندي شهر. ما عندك شهر؟ هو يعطيكم هدية. ولد في غزة. ولد في غزة سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام كما ذكره صاحب الأنيس الجليل في فضائل بيت المقدس والخليل. قال ولد في غزة. كذلك ممن ولد في غزة الآن شكون؟ ممن يعرف من الفقهاء العظام الذين أجر الله تعالى الخير على أيديهم وكان إماما حجة في كل شيء. لا لم أعطيك شيخ، تدعي لك في ظهر الغيب. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، شيخ يستاهل أكثر على كل حال، هو شيخنا الشافعي رحمه الله تعالى. ولد في غزة. غزة يا إخوان تعرفوا شو يسموها الآن ناسها؟ يسموها غزة هاشم. علاش؟ علاش يا خالتي؟ لماذا؟ نعم ما أحسنت، مدفون فيها جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف. تعرفوا شكون هو هاشم بن عبد مناف؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. هاشم هذا هو الذي سن رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. شكون الذي سنها بدأ بها؟ هو هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولذلك هي أرض عزة وأرض مجد وأرض خير وقد دخلها الصالحون. المهم الفلسطينيين في المجمل وأهل هذه المناطق كلهم من أهل العلم وكلهم من الصالحين، وقد ساق الله سبحانه وتعالى على أيديهم البركات. ولذلك جاء في الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال هم على أكناف بيت المقدس، يعني أطراف بيت المقدس. وكانت عسقلان التي ولد فيها إمام جهبذ عظيم، شكون هو؟ شارح البخاري، حتى قيل في شرحه لا هجرة بعد الفتح، شنو هو؟ شكون هو؟ أحمد بن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني، عنده فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا يا إخواني إمام عظيم ولد في عسقلان. هذه عسقلان كانت أرضا مباركة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال لولا أن تعطل الثغور، الثغر هي الفتحة بين المسلمين والكفار، هذه الأرض اللي فيها أخذ ورد يعس فيها الإنسان على الحدود، مفهوم؟ قال لولا أن تعطل الثغور وتضيق، أن تعطل الثغور وتضيق عسقلان، قال لأخبرتكم بما فيها من الفضل. يعني لو كان ماشي هذه تروحوا قعيتك إلى عسقلان وتبقوا فيها وتنافحون عن ثغرها والأخرين الثغور الأخرين يبقوا فارغين لأخبرتكم بفضل عسقلان. ولذلك يا إخواني هذه الأرض التي الآن نصارع فيها هؤلاء الخنازير نقاد العهود اليهود هي أرض مباركة، كفى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين قد وطئت قدمه الشريفة فيها. لما ندخل هنا إلى بيت المقدس، بيت المقدس ماشي هذاك القبة الصفراء برك، مش تعرفوا بيت المقدس راهو فيه خمس مساجد كبار ومساحة كبيرة اللي هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى فيه مساحة كبيرة وفيه خمس مساجد معروفة، هذيك نشوفها بالصفر هي القبة الصخرة. وشو الصخرة هذيك؟ اللي منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به إلى السماء، والحائط اللي ربط فيه عليه الصلاة والسلام البراق، هذيك الدابة تاعولي داته من مكة إلى بيت المقدس يسمى حائط البراق، هذاك الحائط اللي سميوه الآن هؤلاء الخنازير حائط المبكى، هو حائط البراق اللي فيه الحلقة إلى حد الساعة اللي ربط فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته البراق، وقد صلى وربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دوابهم وصلوا في ذلك المكان. لذلك قضيتنا اليوم يا إخواني مش قضية حماسية ولا عصبية ولا نزعة ولا حمية أبدا، هي قضية عقدية. أذكر الشيخ لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيت المقدس وقد نكس رأسه مع تهبط رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى على أن فتح على يديه هذه الأرض المقدسة، هذاك الراهب أو القسيس الذي سأله علاش وسأل أبو عبيدة علاش حبيت تفتحوا هذه الأرض، قال لي لأنها أرض مشى عليها الأنبياء والمرسلين وعبد فيها الله جل جلاله، فلا بد أن يعبد فيها الله سبحانه وتعالى وألا تدنس بأي دين غير دين الإسلام، دين الإسلام هو دين الأنبياء بأكملهم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام مش خاص بنا فقط، خاص باللي كانوا مع عيسى عليه السلام، اللي كان عليه عيسى، باللي كان عليه موسى عليه السلام، بك عليه الأنبياء كلهم عليهم السلام، لأن هذا هو الإسلام، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. فهؤلاء الأنبياء كلهم جاءوا بهذه الرسالة، فهذا المكان المبارك الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه ومشى فيه الأنبياء ونشأوا فيه ووطئت قدمه صلى الله عليه وسلم الشريفة فيه لا بد أن يعود إلى المسلمين عقيدة. منذ أن وطئ هؤلاء اليهود هذه الأرض فإن راية الجهاد فيه لن تتوقف ولن
تكل أبدا حتى يجعل الله سبحانه وتعالى الفاصل في آخر هذا الزمن بين أهل الإسلام واليهود كما تعرفون، فيخرج خيرة شباب أهل الأرض وقيل 12 لواء تحت كل لواء 1000 من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوب بيت المقدس يقاتلون اليهود حتى ينطق الشجر والحجر فيقول يا عبد الله تعال إن خلفي يهودي تعال فاقتله. فالواجب علينا الآن هي التهيئة لهذا الأمر حتى لو احنا ما نكونوش نشهد هذه المرحلة الفاصلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أبنائنا وأبنائهم من يشهد هذا الأمر العظيم الذي هو الفيصل بين الحق والباطل بين الإسلام والشرك. فهبوا إخوة الإيمان إلى نصرة إخوانكم في فلسطين بتعلم دينكم بادئ ذي بدء ومعرفة حقيقة هذه القضية اللي الآن بعض الناس رام يساوموا فيها وبعض الناس رام يخدلوا فيها وبعض الناس رام ينافقوا فيها، حتى أننا سمعنا كي بدأت الأمور قال لكم يقتلوا في روحتهم. أنت كيفاش تحب أنت كيفاش تحب شيء النصر؟ قاعد في دارك ويجيك النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا الرسول الذي يوحى إليه، ألا إن نصر الله قريب إن تنصروا الله ينصركم. وكأي من نبي قتل قاتل معه ربيون كثير. فمسألة استرجاع هذه الأرض عقائديا لا بد فيها من إسالة الدماء والإطاحة بالأرواح ودفع هذه الأنفس ثمنا في مقابل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله فيها. لذلك ربي سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يقدم أنفسهم في سبيله حتى يبتليهم الله تعالى أهم صادقون في إيمانهم أم لا. جابر ابن عبد الله بن حرام عنده بابه عبد الله بن حرام قتل في أحد وخلاه هو في المدينة صغير مع خياته، ما تخرجش معنا إلى أحد، ابقى مع خياتك تعسه. فلما قتل والده حزن عليه حزنا شديدا، خلاه باباه وخلاه مع خياته. ربي سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على بالك وش دار بابك مع ربي سبحانه وتعالى؟ ربي جل جلاله كلمه كفاحا من غير واسطة، الله جل في علاه يكلم عبد الله بن حرام يقول له وش تحب؟ وش يقول له عبد الله بن حرام؟ يقول له يا ربي ارجعني أقتل في سبيلك، يا ربي عود ارجعني إلى هذه الحياة حتى أقتل في سبيلك، لأنه رأى فضل الشهادة في سبيل الله وأن الشهيد يغفر له أول مع أول قطرة من دمه. لذلك يا إخوان هذه مسألة الاصطدام بين الحق والباطل، هذا واقع ما له من دافع، هذا لابد علينا أن نجهز أنفسنا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ما تكونش انت ياك المنافقين لما راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قالوا نعود نولوا ما كاش قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. الآن الجهاد قائم في فلسطين في أهل غزة يقارعون اليهود، أقل شيء للإنسان يدفع عن ماله وعرضه ودمه ونسائه وبناته. ولذلك قد فتح لنا حنايا والحمد لله باب عظيم في الجهاد يا أخوان، أحيانا العين بصيرة واليد قصيرة، فتح لنا باب عظيم هو باب الجهاد بالمال. والله يا إخوان هذا الباب لعله لن يفتح لك مرة ثانية، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يجاهدون بأموالهم في سبيل الله. لذلك ما تنساش خوتك في غزة الآن، حتى أن بعض أهل العلم الآن ما بش يقولك حتى المال الحرام عندك ليزانتيري والريبة ابعثها لهم. قال لي واحد كيفاش تبعث لهم الحرام؟ إيه الحرام وين يصرف؟ لما تريد أن تتخلص منه عندك أنت درهم حرام حبيت تخلص منه وين تحطه؟ تصدق به؟ ما يجوز لك تصدق به، ما يجوز لك تصدق بالحرام، ما تمنش الحرام، لا يجوز لك.
الحرام حرام يروح في ظلام، ولكن قالوا تنفق في المرافق العامة التي فيها نفع المسلمين. كش ما خلوا لهم سبيطار مرفق عام، كش ما خلوا لهم مدرسة، كش ما خلوا لهم عمائر، كش ما خلوا لهم طرقات، كش ما خلوا لهم الغاز والماء، ما خلوا لهم ولا شيء. حتى الماء المساجد أحكي ولا حرج، حتى المال الحرام الآن يستفيدون منه. فبادروا إخوة الإيمان، قضية فلسطين هي قضيتنا، قضية عقدية، لا بد أن تقف مع أخيك المسلم، تحس وش يحس، ما زيد تشوف فيهم وتستشفى، أو أن الإنسان يقول هذه مش قضيتي، هذه أرض مباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا فيها وأن يعمرها بالحق وأن يعلي راية لا إله إلا الله فيها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن إخواننا في فلسطين وكل إخواننا في غزة يا رب العالمين على عدونا وعدوك اليهود الغاصبين. اللهم ارحم أمواتهم واشفي مرضاهم واجبر مصابهم يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة رجل واحد يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، ومن شاكلهم وأعانهم من أمم الكفر الفاسقين والمنافقين يا رب العالمين. وأبرم لهذه الأمة أم رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك وترفع فيه راية الجهاد في سبيلك. جزاكم الله تعالى خير الجزاء على حسن الاستماع والإصغاء، وأعتذر على التطويل، وأشكر الشيخين الكريمين الشيخ أمين والشيخ رضا على ما قدم من النصح والعلم، إنه سبحانه وتعالى سميع المجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.